تلقى الشارع المصري خبر وفاة الإعلامي وائل الإبراشي بصدمة كبيرة جدا، واللي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز 58 سنة بعد صراع مع المرض. وبعد انتشار خبر الوفاة ناس كتير حرصت على نعيه والترحم عليه، وفي ناس اتكلمت عن مواقفه الشجاعة وانفراداته في مجال الإعلام، وفي ناس تانية بدأت تسأل عن الراتب اللي كان بياخده الإبراشي في التلفزيون. إليكم التفاصيل، معكم أمال عودة، أهلا بكم. مصادر مقربة من الإعلامي وائل الإبراشي كانت كشفت قبل كده إنه بياخد من 300,000 جنيه ل 500,000 جنيه شهريا مقابل تقديمه برنامج التاسعة مساء على شاشة القناة الأولى المصرية، وده بعد ما طلعت إشاعات بتقول إن الإبراشي بياخد 1,000,000 جنيه شهريا، وده عمل جدل كبير بين مقدمي برامج التوك شو في القاهرة والوطن العربي. والمصادر نفسها أكدت إن الإبراشي كان بياخد 800,000 جنيه شهريا خلال تقديمه برنامج العاشرة مساء على قناة دريم الفضائية، يعني حوالي 10,000,000 جنيه في السنة، وده بسبب إن القناة كانت بتعتمد عليه في الحصول على الإعلانات، وتقريبا برنامجه الوحيد اللي كان بيدخل إعلانات كبيرة للقناة. أما عن ممتلكات الإعلام الكبير وائل الإبراشي، فأكدت المصادر أنه بيمتلك شقة كبيرة تطل على البحر في اليونان، أما بالنسبة لممتلكاته داخل مصر فلا أحد يعرف عنها أي شيء. وأصيب وائل الإبراشي في عام 2020 بفيروس كورونا قبل أن يشفى منه في يناير 2021، ولكنه أصيب بمضاعفات الفيروس، واستمر مرض وائل الإبراشي لمدة طويلة اقتربت من السنة، وظهرت خلالها إشاعات كتير بوفاته قبل ما يكون الخبر حقيقي. ولد الإعلامي وائل الإبراشي في مركز شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفيا بجريدة روز اليوسف، ثم انتقل للعمل بجريدة صوت الأمة، ووصل إلى منصب رئيس التحرير، ثم استقال من منصبه ولم يعمل في أي جرائد أخرى. وقدم وائل الإبراشي عدد كبير من البرامج الحوارية الناجحة، كان أشهرها برنامج الحقيقة على قناة دريم 2، وبرنامج العاشرة مساء خلفا لمنى الشاذلي على قناة دريم، وبرنامج كل يوم خلفا للإعلامي عمرو أديب. وتزوج الإعلامي وائل الإبراشي من السيدة سحر الإبراشي، ولكنه كان حريص على إبقاء زوجته وابنته بعيدا عن الأضواء ووسائل الإعلام. وقد كان أول ظهور إعلامي للسيدة سحر الإبراشي بعد إصابة زوجها وائل الإبراشي بفيروس كورونا، وظهور شائعة حول تدهور صحته، كما أشاع البعض وفاته، فاضطرت سحر الإبراشي للظهور من خلال وسائل الإعلام حتى تطمئن الجماهير على الحالة الصحية لزوجها، وتقدمت بالشكر لوزيرة الصحة وقتها لوقوفها إلى جوارهم في هذه المحنة. وكان وائل الإبراشي حريصا على عدم إقحام عائلته وحياته الأسرية في الإعلام قبل أن يظهر في الإعلام من أجل الحديث عن حالته الصحية، فرحم الله الكاتب الصحفي والإعلامي وائل الإبراشي اللي أفاد المجال الإعلامي بفكرته وخبرته الكبيرة. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء. Thank you.